السنة القادمة العمل على إنعاش الاقتصاد وإعادة النمو والاستثمار وإعادة التوازن للمؤشرات الاقتصادية الكبرى والعمل على التعافي المالية العمومية. وسيكون ذلك عبر التركيز على القطاعات المنتجة مثل الصناعات الاستخراجية التي ما زالت لم تعود إلى مستواها الطبيعي، الفلاحة، السياحة التي عشنا عام استثنائي في سنة 2018 وسنعمل على دعمها بإجراءات تحفيزية وضعناها في قانون المالية 2019، وكذلك ستواصل الدولة الاستثمار في تطوير البنية التحتية والبيئية، كما سنقوم بالتركيز على ربما زوز مجالات مهمة في 2019 للقيام والانتقال في مشروع تنموي جديد في تونس، وهما الطاقات المتجددة بإطلاق 1000 ميجاوات من الطاقات الرياح والطاقات الشمسية بإطلاق جزء مهم في 2019. كذلك المشروع الثاني هو الرقمنة ورقمنة الإدارة ورقمنة المؤسسة في تونس، والذي سيكون تركيز مهم على هذه المشاريع حتى نرسي بداية تغيير المنوال التنموي في تونس. ومن خلال هذا البرنامج تلاحظون أن الحكومة تسعى إلى تحقيق انتقال نوعي في مجال دعمها للمؤسسات الاقتصادية. هناك العديد من الإجراءات التي وقع وضعها في قانون المالية 2019 وسنتطرق إليها في الأسابيع القادمة، ذلك إيمانا منا بدور المؤسسة وإيمانا منا بضرورة توفير مناخ أعمال ملائم وحافز وتشريع متطورة تراعي قواعد الشفافية 2018، والذي سأحرص شخصيا على متابعة نتائجه لما لمثل هذه اللقاءات الدولية والمبادرات من أهمية في سبيل تدعيم مؤسساتنا الاقتصادية وتحقيق تطلعات شعبنا في التقدم والحرية والمناعة التي لا تكتمل إلا بالعمل والتضحية والمبادرة وبعض المشاريع وخلق مواطن الشغل وضمان التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية لجميع الفئات وفي مختلف الجهات من وطننا العزيز. ومما يؤكد موقع تونس المميز كمنصة للاستثمار والشراكة الدولية العدد الكبير للمؤسسات الوافدة الأجنبية من الدول الشقيقة والصديقة والمشاركة اليوم في هذه التظاهرة الدولية الهامة في جواليا التي يفوق عددها 680 مؤسسة مع تنظيم أكثر من 6000 لقاء ثنائي بي تو بي على مدى يومين 8400 أعتقد. فبلادنا توفر العديد من الامتيازات لشركائها اليوم بموقعها الجغرافي، بموقعها الاستراتيجي في البحر الأبيض المتوسط، والتحسن الملحوظ لمناخ الاستثمار في تونس. تونس اكتسبت 8 نقاط هذه السنة في ترتيب دوينج بيزنس، وهذا يؤكد تحسن مناخ الاستثمار في تونس. كذلك تحسن مناخ الاستثمار في مستوى الاستقرار الأمني الذي يعتبر المؤشر الرئيسي لضمان الاستثمار الداخلي والخارجي. كذلك ما جاء به قانون الاستثمار الجديد من امتيازات وحوافز لتشجيع